مرحبا بحضراتكم مرة كمان، ودي الفقرة الأخيرة، والفقرة دي هتبقى ميكس كده ما بين نتكلم الفن شوية والتحليل الكروي شوية والإنسانيات شوية والعيلة شوية والأكل شوية، حاجات كتيرة جدا هنعرفها وكواليس وحكايات طبعا كتيرة عن عمل ضيوفنا، وتحديدا بنتكلم كمان في شهر رمضان. خلينا نرحب بالفنان المميز جدا محمد السعداني وشقيقه المحلل الكروي أحمد السعداني، واللي بالمناسبة هم مش شبه بعض خالص ولا ليهم علاقة ببعض. يا مساء الفل. مساء الفل، كل سنة طيبين وأنت بالصحة والسلامة، منورين الدنيا كلها، أهلا بيكم معانا. بس فعلا مفيش أي شبه خالص، وبعدين الوراثة مسبعة في حد ومسبعة في حد. خدت بالي انا من التفصيله دي، كل ما حد يقول لنا الجمله دي كله على احلى. اه بالظبط، انا الوراثه عندي سافرت خالص. منورين النهارده، كل سنه وانتم طيبين. لا، وفي فرع، انتوا عندكم فرع سوري، مامتكم صح كده؟ زي بالظبط. ايوه مامتنا سوريه. ده اكيد هياخدنا للكلام على الحلويات الشاميه. ايوه، والاكل والمقلوبه. بس تعالى قبل ما نوصل للحلويات الشاميه، تعالى نبتدي ببدايتك انت شخصيا وفيلم الناظر. احنا بنتكلم على عمل سينمائي استثنائي من كل النواحي طبعا، وكان تيرنينج بوينت ومنعطف كبير طبعا في السينما المصريه في العصر الحالي. فكره ان انت وقفت قدام حد بحجم وبخفه دم وباستثنائيه الراحل العبقري العظيم علاء ولي الدين طبعا، واقف قدام كاميرا شريف عرفه، لا دي حدوته. لا، ودورك ودورك حتى وان كان ما هوش الواو الكبير، بس انت علمت وقتها جدا. الحمد لله. يعني الحمد لله. هي القصه كلها بدات اساسا ان انا اساسا كنت كومبارس في الفيلم ده، يعني انا كنت رايح وماليش دور اساسا. كان انا كنت عملت اوديشن. طب رحت بناء على ايه؟ ما انا اقول لك بقى، انا كنت عملت اوديشن وكان المساعدين بتوع استاذ شريف عرفه اساتذه كبار دلوقتي، مخرجين كبار دلوقتي، يعني علي ادريس، مروان حامد، احمد علاء الديف، دول المساعدين بتوع استاذ شريف. فانا عملت اوديشن وانا كنت قريت في الجرايد بقى ايام زمان عن الفيلم، وكنت بحلم ان انا ابقى في الفيلم ده. فرحت عملت اوديشن وكان في دور كده، والدور ده رحت التصوير قالوا لي ده اتلغى اصلا، يعني الدور اساسا اتشال. فانا قلت مش مشكله، انا حابب ان انا اتعلم وبشتغل مع اساتذه كبار، فانا موجود. فطول ما انا في التصوير الاقي استاذ شريف عرفه قاعد عمال يبص لي من فوق لتحت ومركز معايا جدا. فانا ابتديت اقلق، قلت انا شكلي وحش، لبسي وحش، اي حاجه انا مش فاهم. وانا كنت من الناس اللي قاعد مركز بقى اشوف الكاميرات واشوف الاضاءه والعدسات، عايز اتعلم طبعا. اللي في سني بقى ساعتها ايه، ما فاهم رحله طبعا. فجي مروان حامد قال لي ابسط يا سعداني، ده الاستاذ شريف معجب بيك جدا وعايزك تعمل دور. قلت له انا؟ قال لي اه. الكلام ده ينطبق عليا انا. قلت له يا استاذ مروان، هو قاعد بيبص لي؟ قال لي هو استاذ شريف ليه بصه كده وبيقعد بيركز جدا في التفاصيل، يعني لو حد شايف فيه حاجه بذره فن او حاجه بيلقط. فقلت له يا سلام الله. المهم جابني وقفت قدامه، هو احمد حلمي، قال لي يلا يا سعداني اعمل البروفا. فانا عملت البروفا والسكريبت كان المفروض ان انا بيقول لي هو بالسين سامي سمين، ده الحوار. فانا قلت سامي وبعد كده قمت قال ساميه، فقعدوا يضحكوا جدا. فانا برضو مش فاهم هو بيضحكوا ليه، فقلت لهم بيضحكوا ليه؟ انا افتكرتهم بالترقي، يعني انا مش فاهم برضو، مخضوض وبتاع. قال لي انت جبت ساميه دي منين يا ابني؟ دي سمين مش ساميه، انت ازاي يعني ولد وبتقول ساميه وبتاع. بعد كده راح قايل كات وقال لي حلوه ساميه دي قولها. وبعد ما خلصت الشوت قال لي انت تيجي بقى كل يوم وكل ما هلاقي حاجه هدخلك. يا سلام. اه والله العظيم. حلوه دي. فهي القصه كلها جت كده، ان انا من ماليش حاجه الى ان الحمد لله بقى دور كويس جدا متقدم شغل كويس. ورجعت بقى البيت وحكى لكم بقى طبعا القصه. طبعا. لما سمعته ده بقى يا احمد ايه بقى رد الفعل وطنط وانكل؟ هو انا اصلا الاول انا كان بالنسبه لي ان عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان محمد مثلا هيبقى بيمثل او هيبقى طالع مع حد مشهور او كده. فانا كان بالنسبه لي محمد كومبارس يعني بيعدي بقفاه. الحمد لله عيله ساند بعض جدا. فبقيت بقى اللي هو كل ما حد من صحابي يشوفني وبتاع اخوك اه بتاع سامي فاهم. فلا يعني انا بصراحه لا بس ما تنكرش ان انت اتصيدت في شلتك بعد النجاح الباهر بتاعك. انا كان عندي مدير في المدرسه الله يرحمه، كان كل ما يشوفني لازم يحكي لي القصه ان هو اللي مخلى محمد يمثل. والله العظيم قاعد يحكي لي القصه من وانا عندي 10 سنين لحد ما انا مثلا خلاص. انا اللي اكتشفته بتاع فاهم، وانا اصلا كنت مجننه في المدرسه، كنت مجننهم كلهم. كانت كده بس طبعا كانت بدايه طبعا. انا اشتغلت يعني العمل ده كل اللي فيه نجوم يعني حاجه طبعا كانت عظيمه. بتنتقدوا شغل بعض وبتركزوا في شغل بعض وبتنصحوا بعض جداً. ولا الحكايه ماشيه زي ولا لان المجالين مختلفين فمش مفيش نقطه لا جدا جدا جدا. يعني انا لما اروح اتفرج عليه في اي ماتشات مثلا، او لما مثلا اشوف له حلقه بيحلل فيها ولا بتاعه اقول له رايي واقول له لا لازم. بس انا بتكلم بقى ايه غصب عني، بتكلم المنطقه الفنيه طبعا فاهم. يعني مثلا قرويا ممكن يبقى في معلومات مش عندي قوي، بس انا لا اقول له لا التصوير، لا الكاميرا، لا مش عارف الاضاءه، لا اللبس والالوان وحاجات كده. هو محمد ساعدني جدا اصلا في الاول، لان انا اول ما بدات انا كنت بعمل كل حاجه لوحدي المفروض.
بس هو محمد بقى ساعدني في حته التصوير وحته ان انا ازاي اصور على كروما يعني. وازاي هو اللي ساعدني جدا في اول حلقتين ثلاثه وبعد كده علمني انا ازاي اقدر ان انا اعمل كل الكلام ده لوحدي وانا بالوقت بقى بقيت اعمل الكلام ده لوحدي فبالنسبه لي بقى الموضوع اسهل شويه. وهو نفس القصه برضو لما بعمل اي مثلا اعمال فنيه ولا حاجه يجي يقول لي ده كان حلو قوي لا ده مش عارف ايه دي الحته دي وهكذا يعني. حلو جدا.